صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ إذا كانت ترث فإنها تعتد عدة الوفاة، إذا كانت رجعية، إذا كانت رجعية ومات في عدتها فإنها لأن ما زالت زوجة فتعتد للوفاة من جديد من الموت وترث منه، أما إذا كانت بائنا فهي تبقى على عدتها. نعم.